اسمها صيفي جابر، عايشة في المغرب، وعملت اكسبوزيسيون المنتوجات ديالي بالمغرب لأنه هذا تراث، يعني لازم نحافظ على التراث. وأنا حبيت أعمله لأنه عندكم بالمغرب تهتموا بالقفطان، فأنا هذا عملته طريقة القفطان المغربي، حاولت أمزج بين التراث المغربي والتراث الفلسطيني. هذا قفطان عنده، عملته طريقة القفطان ولكن بالتطريز الفلسطيني، وزدت عليه العقادي العقد. عندي العبايات الفلسطينية شكل آخر، يتلبس إما يعني كاجوال مع الجين، ولا يقدروا يلبسوا مع شي تينو طويلة وعليها شي حاجة.